الاحتجاجات التي اندلعت في العراق مطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن بعدها إعلان العصيان المدني ألقت بظلالها على محافظة بابل، حيث تراكمت النفايات في الشوارع الرئيسية والأزقة وهجر الطلاب مدارسهم وأغلقت معظم الدوائر الحكومية أبوابها بوجه المراجعين والعاملين، فباتت المحافظة معطلة بنحو كامل. المواطنون هناك أعربوا عن قلقهم بسبب الشلل الذي أصاب المحافظة، مطالبين الحكومة بحلول جذرية للمشكلة. الاضراب هو هسه كلها هسه يعني المدارس هاي صار لها اسبوعين من قاعده زين، والطلبه قاعدين، وهذا الاسبوع الثاني يعني لا حكومه تتحرك، يعني واك شوف هاي صار النفايات بالشوارع والمدارس قاعدين زين، يعني ماكو شيء صالح لنا هنا زين، يعني البلديات ما مسيه بس قاعده، القضاء قاعد، كلها قاعده يعني، يعني ماكو شيء يعني مستفادين من عنده احنا زين. يعني رساله تريدون توصلوها؟ والله احنا نقول الرساله نوصلها للحكومه يعني بالاسرع ممكن يعني يحلوا لنا اياها الشغله، يعني على اساس يعني هسه العالم محروق قلوبها وتطلع مظاهرات وهذا، يعني هسه الخدمات عاده يودون ارزاق ويودون اكل المظاهرين زين، يعني الى متى يعني واحد يبقى هيجي؟ طلاب سادي صار اسبوعين تظاهرات واضراب ما قاعد عندهم، شنو مصيرنا اللي نحدد شنو؟ قال انا كطالب سادس معدل 94 وعايد سنه، شنو ذنبي؟ لو تروح اهليه تدفع 11 مليون على حسابك الخاص او ماكو تقعد تعيد سنه او تروح تكون قبل معهد طب حرامات، يعني شنو مصيرنا هسه احنا صار؟ اخرون قالوا ان تعطيل المدارس ليس من مصلحه الطلاب، خصوصا اولئك الذين في مراحلهم الدراسيه النهائيه. الشعب انه خرج من اجل التظاهرات، من اجل الاصلاح، من اجل الرفاهيه، من اجل توفير وسائل العيش الرغيد، انه ماكو شيء متوفر بالبلد، انه الشعب يبحث عن الحياه، يبحث عن الوسائل الرغيده، انه المواطن اليوم خرج من اجل تحقيق المطالب. ماكو لا تعيينات لا هاي، ماكو فائده من المعدل اللي يجيبه الطلاب، يعني اول تالي واحد يقعد بالبيت، فهسه ماكو فائدة من الإصلاحات الصيف، هسه حاليا الطلاب بدها تطلع تريد مستقبل لها. ويرى باحثون سياسيون أن شعوبا كثيرة اعتمدت في مقاومتها السلمية لأنظمتها على الاحتجاجات ومن ثم الإضرابات لتحقيق مطالبها الحقوقية والدستورية ونيل الحقوق.